بسم الله الرحمن الرحيم. انا هذا موتور امبونسيس اتش دي يركب على الفرنير، يركب على الجناف، يركب على الترانسيت، يركب على الترانسيت. عنا فيه هذايا اشكالية، الموتور كان يمشي فجأة تكوانسة، يعني مش نشوفه، نلغو جينا نشوفه في الجوج تاع الزيت، نلغو الزيت فارغ، مش نشوفه الموتور علاش تكوانسة، مش نحي هنا الموتور من السيارة، مش نحو البوات، البوات فيتياس، نثبتو اندرا الموتور مبين، اندرا امبراياج تكوانسة، فولون موتير، ميكانيزم تكوانسة، الفربروكات تقسم، مش نثبتو، مش نبدو مش نوريكم كيفاش باش نبدو بالديمارير، باش ناخذ ديمارير قبل. عندنا الفيسو هذايا كيما تشاهدوا فيه، الديمارير حليناه كيما تشاهدوا فيه، الديمارير تاع لامبونسيس جي في البواط. عندنا تو دورة البواط حوالي 8 ديولار. تفرجوا فينا هكا، مشيرة اليمين اللي هي مشيرة الديمارير، ثلاثة بلونات حليناهم، تو باش ندورو الموتور كيما تشاهدو فينا، باش ندوروه، عندنا زوز بلونات فوق البواط كيما تشاهدو هكا فينا. تسخين شوي لما حالة نسبحه بالسياسة، Thank you.
عندك هلا انت تولي الزير هذا مش نحلوه مفتاح 16 كالعادة مش نحلي البلو 16 100 متر بو شيل هنا عن هذا الكاتاليزير باين كسر البلوك هذا البلوك اللي من يوم اللي تغطي على الكاتاليزير وهذا البلوك اللي تغزوه كيفاش تكسر البيالة هاي كيما تشوفوها باين خرجت البيالة تكسرت من البيستون وخرجت ضربة البلوك هذا تاع البلوك هذا البلوك كيفاش تكسر وهذه البيالة هاي كيما تشوفوها تشوفوها هنا لقبت البلوك